Ladies and gentlemen, shalom and welcome on board El Al flight number 971 from Tel Aviv to Abu Dhabi. For the very first time, an Israeli registered aircraft will overfly Saudi Arabia and after a non-stop flight from Israel, land in the United Arab Emirates. Or Yom de Abu Dhabi, Katuv Alav, Shalom, Salam, Peace. يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات تحمل اسم كريات جات المستعمرة التي بنيت على أراضي بلدة الفالوجة التي حوصر فيها جمال عبد الناصر في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. كم كنا نود أن تكون هناك طائرة إماراتية يحط ركابها في القدس المحررة, ولكن نحن نعيش في عصر العربي الصعب.